أهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم لحلقة جديدة ووك ثرو لإلدن رينج. معكم جيمي، يلا نبدأ. في الحلقة هاي راح نمشي شوي في منطقة ليارنيا، راح نغطي المنطقة هاي لحديت هون. بعدين نبلش نمشي فيها، هي المنطقة كبيرة شوي. أول شي بدنا نعمل من هون، احنا هون مطرح ما قتلنا جودريك، لو نزلت في القلعة ما فيها أي نوع من أنواع اللوت ولا حتى فيها انيميز، راح تطلع من باب موجود هون. اللوت الوحيد الموجود اللي هو في الباب اللي هون راح تكون عبارة عن جريب. هاي الباب، الجريب هاي لام بي سي موجود جنب البونفاير اللي كنا عندها. احنا بحاجة لثلاثة من هدول الجريب عشان نعطيها للام بي سي نخلص الكوست لاين. هلا راح نمشي بجزء كبير من الكوست لاين تاعها، واخر اشي في نهاية الجيم راح نرجع نشوفها. الام بي سي هيها ميدن، وعم بتحاول تصير ميدن هي فعليا. نعطيها شبرير جريب، ناخذ منها جستشر. هيك خلصنا اول بارت. طبعا هي راح تضلها تتحرك، اول مره احنا لقيناها هون، ثاني مره راح تكون سموير هون، ثالث مره راح تكون موجوده هون، بعدين ما راح نشوفها لاخر الجيم. طبعا الجريبس هم حاليا احنا معانا، اعتقد ثلاثه حاليا. معي وحده واعطيتها وحده، هاي اول وحده احنا اخذناها لما قتلنا الام بي سي من ويبينج بنينسولا هون، لما كان الكويست مع ايرينا، بعدين اجا هون قتلنا ابوها ورجعنا اخذنا الجريب منه، كانت موجوده هون. اعتقد هاي ممكن تلاقوها في الحلقه الثامنه او التاسعه. الثانيه اخذناها هلا من القلعه، الثالثه راح نعمل لها لوت في مكان ما هنا. anyway هذا المكان احنا وصلنا له قبل هيك، اذا مش عارف كيف وصلنا له او كيف فاتحه الجريس هاي، بس ارجع لبداية الفيديو لما كنا نعمل لبداية الفيديوهات فعليا، لما كنا نعمل اللوبس حوالين المنطقة عشان ناخد لوت البداية، عشان ترك يوصلنا هون. هون كان في عنا سيكريت تير اخذناها، في عنا توبس، هذا ببيع سورسوريز، وحكينا معه على الجلين ستون كي، هو حكينا وين موجود. احنا بدنا ناخذ جلين ستون كي، ناخذ نفوت منه على رايا لوكاريا، وراح نلاقي واحد ثاني راح نعطيه عشان نكمل الكوست لاين تاعه. تمام، من هون بدنا نمشي نورث ايست، في عنا كرفان من هناك عند التومب ستون. دروب جمب دروب، بمزك كمان دروب هون، كمان واحدة. هون في عندي كامب صغير، ما تزمر لو سمحت. راح امشي وانا على الجسر هون، في ترول، في لوت موجود في الكاريج اللي وراه، العرباية اللي وراه. ناخذ تري سبير، ان كانت ما تقتله بس كونه صرنا واصلين عنده ليش لا.
وزي دائما تنتين تشارج اتاك تعمل له ستاجر يعني نروح نضرب كريتيكال، بس الكريتيكال ما زبطت لانه راسه اجى مكان غلط. تمام، من هون بنضل ماشيين على الطريق هذا كله، راح نلاقي جريس وراح نلاقي كم من كامب. لنا طالعين نورث ويست، الجريس المفروض تكون هون في مكان ما. جريس هيا هون، شغلها بعدين بدنا نمشي على المنطقة هون، بعدين هون راح نرجع نحكي مع نفس الـ NPC. راح نيجي على رونز، هون فيها جنود عاديين مش اشي يعني ما بغلبوا. واحد منهم معه البوق زمر ونداهم، كمان واحد هيك المفروض كلهم ماتوا. هاي الطريق كانت مسكرة بخشب، كل ما عليك تعمله تنط وتضربها بتفتح. نفوت هون رح ناخد تلزمان تلزمان على ما اعتقد، مظبوط تو فينجر تلزمان، هاي بتزيد الفيث وكمان جريب. هيك صار معانا 3 جريبس، اعطيناها واحدة باي المكانين كمان لقيهم فيها. ناخذ اللوت في هون جلينستون، وفي في كمان لوت اعتقد كان رون 4 يمكن. تمام ايوه بالضبط رون 3. من هون بنزل على الرونز الثانية، هاي اعتقد ما فيها حد، ما فيها لوت. المنطقة اللي بالنا هون البحيرة كلها لوبسترز زي ما انتم شايفين، ايوه هناك. حاولوا ما تقربوا عليهم لانهم هدول ريموت وان شوت. الـ NPC مفروض تكون هون، اوكي الـ NPC مش هون لأنه ما عملناش ريست، كان لازم نعمل ريست، بس نعمل ريست على السريع ونرجع لها. بدنا نروح هناك، طبعا اكيد المكان على كله معاشو بس يعني ما راح نرجع نفوت هناك. ف تمام نيجي هون، هاي هي موجودة بالضبط. فكرة ما كنا عاملين ريست، فيها جريب يور موست كايند.
تمام. هلا في المرة الجاية راح نشوفها، راح تكون في مكان ما. هنا من هون بدنا نكمل نورث ايست بهذا الاتجاه. هون في لوت صغير، تمام. بعدين في المبنى هاد هون في بورتل، هذا البورتل ما في داعي ناخذه، لو اخذناه راح يجيبنا على رايا لوكاريا، بس حيجيبنا على الجهه هاي، واحنا في كل الحالات لهلا ما بنقدر نفوت جوا، ايش داعي ناخذه. تمام، بنكمل لهون. في عنا كمان جريس، هاي هالجريس. من هون نمشي يعني تقريبا ويست نورث ويست. في انا هناك بستور، فيه ستاف للكاسترز وفيه براير بوك، راح ناخذهم. ما في داعي نقتل اي حدا هون، بدك تقتلهم بي ماي جيست، مش داعي اضيع وقت معهم. اطلع هون. افتح الصندوق، ناخذ الكوك بوك. كمل كمان فور، راح ناخذ ستاف. الستاف مش احسن وحده، اذا ما انت ماشي معي في الجايد المفروض معاك الميتورايت ستاف اللي هي احسن وحده لحد الان. هاي مش افضل ستاف ممكن تلعب فيها حاليا اذا انت عم تلعب سورسرر او استرولوجر. تمام، من هون احنا خلصنا، ما في اشي تاني. ان كومبات اوكي، ما في مشكلة. نكمل طريقنا. في حبة لوتون خير، جولدن رون 4. تمام، الطبيعي هداك اديك الجريس. في كمان طريقة نروح على اليمين، بس في البداية حننزل من هون. هاي الجريس هناك، حننزل هون. دول ناس عم بتطاوشوا، سيبهم بحالهم. خذ اللوت، خذ هذا اللوت. نكمل طريقنا. هون راح يكون في عندنا نايت رايدر، راح نقتله هلا خلال دقيقة بس نوصل لجريس. هاي الجريس. ريست. بي سي هيها تحركت على مكانها الثالث. هاي اخر مره راح نشوفها، لا راح نشوفها بعدين كثير، بعدين في الجيم راح نشوفها في الالتس فلكتو. اعطيها الثالثه، احكي لها انهم هيومن ايز. سيبها هلا تعمل اللي بدها اياه. نعمل ريست، نحولها نايت تايم. تكون هي لساتها موجودة هون، مفروض نحكي معاها. I've gleaned some of the reason the distant lie so faint but with everyone finally I'm certain now. I've gleaned something I'm certain. وهيك نكون خلصنا تقريبا نص الكوست لاين تاعها. كون عملناها نايت تايم، في عنا هلا بوس نايت هون نقتله على السريع. وحيكون البوس النايت ما نسيت اسمه،
النايت رايدر هذا يعني دمجه عالي، هيلثه عالي، ممكن ما نقدر نقتله هسه. اذا كان شفت حالك دمجك مش ولا بد ترجع له بعدين، بس يعني كوني هون مش والله اقتله. في مجال تيجي هون لو سمحت؟ تعال تعال. طبيعي تعب، اذا انت ميج يعني اعتقد انه بغلب شوي في الميج، او صراحة بغلب كثير يعني كوني كنت العب ميج. طلع عمل ريسيت، طلعنا من المنطقة تاعته. تبهم الدب يعني الدب انقذوا، الدب انقذوا من الكريتيكال كان مات. برضو طلع من المنطقة. يعني هاي الفكرة، إذا أنت متغلب معه بإمكانك تضلك تعمل هاي الموضوع. أنا عم بصير معي بالغلط، بس إذا أنت عم بقلبك بإمكانك تضلك تعمل له ريست ريست سوري. إذا أنت ماج هذا الموضوع حيسهل حياتك شوي. يا رجل موت. اخيرا قتلنا، تمام. نون صغلط، نرفع لبلنا شوي. غلب 31 نقص معي شوي، استخدم بونز. فوضى انهم بكفوا. طيب من هون بدنا نرجع على الجريس الهاي واي نورث. نرجع نهار عشان نشوف بسهولة. فاست تايم مورنينج. تمام، احنا اللي عملناه لحد الان، احنا بس احنا المنطقة هون اللي تحت هاي هيك كلياتها. هلا بدنا نمشي هذا الطريق هون على اليمين فوق ونطلع للاخير. حصان هاي راح يدلنا على مكان دنجن ممكن نعملها. هلا نمشي من هون الطريق. طبعا يعني طريق مش من هون، طريق من هون او طريق من قدام كمان. ضيعت مكان الدنجن. اوكي هي هنا بالضبط. طبعا زي ما شايفين عاد الضيق. هون في شوية انميز بدك تقتلهم، اقتلهم، اغلبهم حيعملوا لك امبوش فانتبه منهم. على الارض راح يكون في كم من بويزن تراب برضو انتبه منهم.
زي هدول. طلعنا ماشيين هون رح ناخذ سميثينغ ستون سومبر سميثينغ ستون، بعدين بنرجع على باب الدنجن. هاي باب الدنجن، هذا كمان كاتاكومز طويل شوي، فيها موبس زنخين. الموبس هدول يفضل لانك تتدرب على الباري تاعهم لسبب صغير، انه ليترون في الجيم رح نوصل لمنطقة رح يكونوا هم البوسز الوحيدين موجودين قبالنا، مش البوسز سوري الموبس الوحيدين موجودين قبالنا، فمش غلط من هلا تتدرب على الباري تاعهم. طبعا الكاتاكومز لما تبلش في اسانسير او لما يكون في اسانسير رح تلاقي نطة دائما نطها لان رح تاخذ منها جلابورت، ورح يكون في واحد على اليمين. طبعا اهم شيء اللي ينتبه منه هون موضوع البلود لوس، الغرفة فيها اثنين لوت. هاي هون غرفة البوس، البوس برضو عبارة عن واحدة من الواتش دوكس البزهس المزعجين. هون رح يجي يطلع لنا واحد تبهو منه. تمام هون اعتقد ما في حدا مزبوط. هاي الليفر قبالنا فبدنا نتسلق له عشان ننزل على الدرج. اعتقد ما في حدا هون. اوكي في واحد هورا فوق، في تراب انتبهوا منه. ممكن خليهم يموتوا في التراب، التراب بيساعد. في كمان واحد حيكون على اليمين. اوكي نيجي هون الغرفة هاي فوق، هون راح يكون في عنا واحد من الكبار اللي حكيت عنهم، وفوق راح يكون في كمان واحد واثنين امبس. انتبهوا او شو نقتل هاد نايم. ما شايفين بالهيفي اتاكس بنعمل له ستاجر جلابورد. ليها هون راح يكون في كمان واحد في اثنين امس، فبدنا نعمله بدنا نقتل الاثنين امس اللي فوق بعدين نقتل هذا الشخص. بس خليه يمشي شوي، نركض. هاي واحد، هاي الثاني. وهذا زلمة كومبو ضربات وخمس ضربات فانتبهوا منه. تمام هون في عنا رون ارك جود. الغرفة هاي فيها هلمت، الهلمت هاي اسمها ميرور هلمت، بس تلبسها ببين كأنك بدون راس لأنه حتكون زي شفافة. إذا بدك إياها خذها، أنا ما راح أستخدمها. إذا بدك إياها الموضوع برجع لك. هون في كمان تراب، كنا نعمل هيك. اوكي اوكي تبعوا من التراب جلوبورت.
اعتقد انا بامكاني اطور الاشز تاعوني، ممكن اوصلهم 3 أو 4. حلو تمام. هنا فيها في الاخ تعال تعال ناخذ بلوبورت، ناخذ الرون. اي هنا في تراب وفي 3 4 انتبهوا. في 2 والثالث لحينا هناك اعتقد، بس هيك لسه في كمان واحد. ناخذ سايت سايت ديكستريتي فيث ويبن بامكانك. مش احسن واحد هذا، لونج سايت اللي اخذناه في الويبنج بنسولا احسن من هذا بمراحل. المهم خلصنا هون، بدنا نرجع ننزل هون، بدنا ننزل تحت بس الافضل نعمل هيل في بيج بوي كراوتش. شافنا شفتوا ات سم بوينت صار يركض زي بده يمسكني، اذا مسكني راح يرميني في الهواء راح يقلب موضوع مصارعة. كراوتش في كمان واحد هون، فانتبهوا ما تبعدوا من المربع الاول لانه احنا بواحد ويا دوب، فما بالكم لو كنا من قاتل 2. كراوتش اذا قدرنا ناخذ منه باك ستاب بكون كتير منيح. الباك ستاب البليد، البليد عامل عمايله. لو بورت هيك بكون ضايلنا 2 منهم. فوت من هون، في واحد هناك بكون في تراب بامكاننا نعمل هيك. استنى التراب اللي اشتغل، نعمل هيك. Thank you, Trab. Okay. Alright. من هون طلع السلم، في كمان واحد راح يكون فوق نقدر ناخذ منه باك ستاب. Crouch. Look. Back stab. طبعا هذول بالنسبة لي كانوا عبارة عن كابوس لما كنت ألعب ميج. بس يا زلمة بس اوكي شغل ليفر. اولد فانج من هون ننزل هون. كون فتحنا غرفة البوس، قتلنا كل اشي، اخذنا كل اللود. البوس زي ما حكينا عبارة عن بسة واتش دوب. مش غلط نعمل ريست على السريع. الريست بدها مصعب، يلا خلص مش مشكلة نعمل ريست.
بإمكاننا ننساهم. نروح وجاه البوس لما يغلبونا. هيك نكون خلصنا الدنجن، ناخذ كيلين اشز. تيرن تو انترنس. شوف الدش معانا وايت. اوه عدينا نص ساعة. وفعليا مش ضايل اشي كتير، خلينا نخلصها يمكن ياخذ معنا كمان 5 دقايق. معلش حلقة طويلة شوي ممكن تكون، بس هي الفكرة عشان نخلص كل هاي المنطقة وما نرجع لها ليترون. اوكي يا ما في، هو بس ضايل كم من لوت. نايت بدنا نقتله، جريس وذاتس ات، فمش داعي نعملها بحلقة جديدة. هون لو طلعت فوق راح تلاقي وولفز، في فوق بيست بلود بدك تاخده. تمام، بعدين الغابة هاي ما فيها اشي، فيها هون كراب. تفهمش ليش في كراب طالع بالغابة، وقتلته اكتر من مرة ما عنده لوت، فلا تغلب حالك معه. هاي الكراب بدنا نخليك عايش بعدين. نوع نطلع ويست، ناخذ ستارلايت شارد. اوكي بعدين بنكمل. في عنا مارينر. اوكي في عنا مارينر هون، نقتله على السريع. مارينر عارفين مش صعب، روح وضلك تروح فيه. بيستاي كوفرز يتضمن حيعطينا ديث روت، هيعمل تليبورت. زي ما شايفين راح العشب. يعطينا ديث روت و اش. المنطقة تاعته هون فيها شغلتين بس، فيها ليلي وفيها سميثينج ستون اللي انا مش شايفه. اوكي هيو سميثينج ستون. نون نكمل نورث تقريبا. المقبرة هاي فيها لوت، فيها دراجون فلاي سكال اعتقد، كرافتنج ماتيريال 100%. هون في نايت، هذا النايت راح يعطينا دراجون براير بوك. هون عندنا جريس وبينتينج نعملهم. في بينتينج في الويبينج بنونسولا صحيح، مش متاكد اذا عملتها اخذنا اللوت تاعها ولا لا. خلينا نشوفها في الحلقة الجاي. جريس ناخذ سميثينج ستون. السميثينج ستون موجود هون، سميثينج ستون 4. هاي مانا مش شوية مانا.
نقتل النايت وهيك بنكون خلصنا المنطقة الشرقية الجنوبية من ال الليك اوف ليرنيا. دراغون براير بوك هذا بنعطيه للسلحفاة راح يعطينا مجموعة من السبيلز اللي بيعملوا اللي بيشتغلوا باللايكنج. تمام من هون معلش الحلقة طولت كمان 5 دقايق تقريبا. احنا المنطقة هون هي كلها خلصناها ما ضل فيها اشي. الحلقة اللي جاي بدنا نبلش في الجزء السفلي هون هاي المنطقة هيك من البحيرة. بعدين بدنا نغطي المنطقة هاي بعدين المنطقة هون بعدين الجزء الشمالي من البحيرة والمنطقة هون. موضوع كتير طويل يعني ليك اوف ليرنيا رح تاخد معانا مثلا 5 حلقات او 4 حلقات بعد هاي عشان بعديها نقدر نفوت على المين اريا. فمن هون نحكي لكم يعطيكم العافية كان معكم جيمي ونشوفكم في الحلقة اللي جاية.